الآن الكعبة على هذا الشكل من هنا، نعم، ولكن من هنا هذا يسميه بعض الناس حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم. وكعبة الله لك بلاسس تزولين تشوبك تزول مجال تشوب. عندك ويبان قيس مغانوات الله حجر إسماعيل دي. أنت لو تدخل في هذا كأنك تصلي في داخل الكعبة، لأن هذا الجزء من الكعبة. أجاب بس إيشين ده أنا موجود كسان كبوت تبسين وكده كعبة الله إيشين ده، فتامس تؤذر كعبة الله بس تدخل وتصلي. نعم. أجاب ده كيرك في يوصل ده الله. لأنك أنت عندما تصلي هنا تصلي في داخل الكعبة. أجاب ده أنا موجود كسان كبوت تبسين كعبة الله إيشين ده أنا موجود كعبة الله. نعم.